استئناف الحوار الوطني لجلساته من الأسبوع الخامس، كلنا عارفين أنه الخمس أسابيع الماضية كانت موضوعات مختلفة، والحوار الوطني معني بالكثير من الموضوعات اللي بتهم الشأن المصري كله، يعني بكل الموضوعات المطروحة سواء الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية، موضوعات خاصة بالأسرة، موضوعات سياسية. وده شيء مهم جدا أنه تخلق أنت مساحة مشتركة من الحوار الوطني تقدر توصل بيها لتوصيات مهمة تضعها أمام الحكومة، تضعها أمام الجهات المعنية، يعني يكون في رأي من المسؤولين والمتخصصين والخبراء الكل على مائدة الحوار الوطني. بالنسبة للجان الأسبوع الخامس، لجان الحوار الوطني والمحور الاقتصادي كان تحت شعار مساحات مشتركة بين الجميع، لأنه الحقيقة لازم يكون الجميع مشترك في هذا الحوار بأطروحات أو أراء مختلفة. عقدت لجنة العدالة الاجتماعية جلستين تحت عنوان، وأيضا فيها تكافؤ، تفعيل التكافؤ، المبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. كما عقدت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وهي من اللجان المهمة كلنا بنسأل عليها أيضا، وبنبقى عايزين نعرف معلومات كتير وإزاي نقدر يبقى في يعني توازن في الدين والموازنة بشكل عام. في كان هناك جلستين تحت عنوان الدين العام والإمكانيات والحلول، ومن المقرر أن يعقد أيضا الحوار الوطني يعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، ودي أيضا لجنة مهمة جدا، لأنه كلنا بنسأل عن البحث العلمي. طول ما أنت بتتقدم كده بالتعليم بتاعك وبتعمل أيضا بحث علمي في مجالات مختلفة، والمصريين شاطرين جدا، والناس الحقيقة بتبص دايما للعالم المصري بشكل كبير، هتقدر تعمل دايما تقدم في الحوار المجتمعي. كل ده هيكون موجود الخميس المقبل، هيكون في استكمال للمناقشات بشأن أيضا مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب. وأيضا هذا المجلس مهم، وده من الشيء اللي احنا كنا متابعينه، بأنه السيد الرئيس هو الحقيقة اللي يعني أشار بأنه يكون في هذا المجلس الأعلى للتعليم. هيكون عندنا الحقيقة يعني تفاصيل كتير جدا، خليني أطلعكم عليها من خلال الأستاذ طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وخاص بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني. دكتور طلعت مساء الخير يا فندم. الخير يا فندم عليك وعلى مشاهدين الكل. طيب خلينا نعرف من خلال اللجنة اللي حضرتك بتشرف بيها، لجنة الدين العام وعجز الموازنة، خلينا نعرف أهم المحاور اللي موجودة في هذه اللجنة. طبعا هو أهم المحاور، احنا كلنا عارفين ان في الفترة الأخيرة وتحديدا من 2014 الدين العام زاد بشكل غير مسبوق للإنفاق على أمور معينة. تمام. طبعا يعني السنه دي بس بقينا عم نتخيل ان احنا هنسدد اهلاكات الدين بس 3,315,000,000,000، ونحط عليهم 1,120,000,000,000 فوائد، يبقى كده عندي 2,435,000,000,000 هذا العام بس اللي هو 23/24. احنا كلنا شفنا الديون الثنائيه في اللي كانت في نادي باريس اللي هي تم صرف النظر عنها وما الى ذلك. كل هذه الامور يعني وضعت موضع ان احنا نلقى حل وحلول تكون عمليه وقابله للتطبيق، لان النهارده امر مجهد جدا. النهارده موازنه طبعا متحمله 23/24 متحمله بس فوائد بـ1,120,000,000,000، تعداد اقساط حل اجلها هيبقى 1,315,000,000,000، فطبعا كل الحديث ضرب في هذه الزوايا، ازاي احنا نخرج من هذه الامور اللي هي مكبله للغايه للانفاق على الخدمات العامه للمواطن المصري، عشان يستشعر انه النهارده الايرادات اللي جايه يعني ما كلها مش كلها تتوجه بقى للسداد الديون. طبعا وحضرتك لما بتقول كده، اذا مساله تاجيل الديون زي ما حضرتك قلت، اولا ان احنا ما ناخدش ديون جديده، وتاجيل الديون تدي نفس شويه للاقتصاد المصري. طبعا من المؤكد هذا الامر محتاج طبعا نواحي سياسيه ونواحي عمل يعني شديد، خصوصا مع المقرضين للجهات الثنائيه في القروض الثنائيه او الصناديق الدوليه والصناديق العربيه. كل هذه الامور محتاجه اعاده نظر فيها مره اخرى، يعني لان الامر فعلا اصبح مجهد ومجهد للغايه. تمام.
طب هل اقدر اسال حضرتك سؤال بخصوص برضو يحب يعرفه المتابع والمشاهد المصري؟ هل هذه اللجنه وهذه الحوارات الخاصه والمعنيه بالحوار الوطني، هل بيبقى في بعض الحلول اللي مش عايزه اقول كانت غايبه، ولكن ظهورها او الاراء المطروحه من الخبراء والمتخصصين تدي بارقه امل او تدي طرق جديده في التعامل مع مشكله الدين العام وعجز الموازنه؟ هل ده كان موجود في الحوار؟ كل هذه الامور طبعا موضع على طاوله البحث، كلها موضع على طاوله البحث، وعلينا جميعا ان احنا نسمع بعض كويس جيد جدا، وده دورنا النهارده في اللجنه. احنا سمعنا جميع الاراء من كافه الاحزاب السياسيه اللي موجوده ومن كافه الخبراء الموجودين هناك وكل الجهات الممثله النهارده في اللجنه، على اعتبار ان احنا نخرج بتوصيات لسه ان شاء الله سيكون هناك لجنه مصغره لتنقيح ما دار النهارده في امور الخاصه بالدين العام. أكيد. يعني أستاذ طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في المحور الاقتصادي الخاص بالحوار الوطني، أشكرك شكرا جزيلا.